وصلت المعاناة أقصاها، فقر وحروب ودمار وانعدام لفرص العيش بسلام. معاناة هؤلاء كانت الدافع الأول لوجود مؤسسة توكل كرمان. تؤمن مؤسسة توكل كرمان بالعلاقة الوثيقة بين التنمية والسلام، وتخطط برامجها وأنشطتها وفقاً لهذه الرؤية، ابتداءً من تبني قيم التضامن مع الفقراء والمحتاجين والمظلومين، وانتهاءً بعالم يسوده التسامح والسلام. ومنذ التأسيس وحتى اللحظة، نفذت المؤسسة العديد من المشاريع والبرامج النوعية مقارنةً بالمتاح من الموارد والزمن، وتأمل المؤسسة تحقيق المزيد من أجل الوصول لمجتمعات أكثر استقراراً وأقل فقراً.